استمع مجلس النواب الأحد في جلسته برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة إلى خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018. وزير المالية عمر ملحس بيّن خلال قراءة خطاب مشروع قانون الموازنة بأن الحكومة رعت في المشروع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات في موازنة العام المقبل تمثلت في تخفيض النفقات سواء الجارية أم الرأسمالية في موازنة 2018. أصدرت الحكومة عددا من القرارات تضمنت ما يلي: استثناء معظم السلع والمواد الغذائية والأساسية من تعديلات الضريبة العامة على المبيعات، والتأكيد على إبقاء أسعار البيع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية عند مستويات العام الماضي ودون أي زيادة، رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين ليصبح 220 دينار بدل من 190 دينار لتحسين مستوى المعيشة الفئات الأقل دخلا في المجتمع، زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10% وبقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار، بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصصاتها بقيمة تصل إلى 20 دينار شهريا ليرتفع من 180 إلى 200 دينار شهريا، السماح بعمل أبناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 3 أشهر إلى سنة، والمشاريع الصغيرة إلى سنتين، واعتبار الدخل من أحد الأبناء العاملين باحتساب 15% فقط كدخل الأسرة المنتفعة من الصندوق، إعفاء المنتفعين الفقراء من القروض الصغيرة السابقة والتي تم الحصول عليها، ويبلغ عدد الأسر المنتفعة حوالي 2000 أسرة، ويبلغ معدل الإعفاء حوالي 800 دينار تشمل المستفيدين وكفلائهم من الأسر الفقيرة. وأضاف وزير المالية أن صرف قيمة الدعم لفئة المستحقين من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية سيكون على رواتبهم الشهرية، مشيرا إلى أن صرف قيمة الدعم لبقية المستحقين سيتم عن طريق التحويل للحساب البنكي أو من خلال أحد البنوك الذي سيتم تحديده لاحقا لهذه الغاية. تم إدراج من ضمن الموازنة تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي الدعم النقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار في عام 2018، ولقد ناقش مجلس الوزراء أسس ومعايير تقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والأفراد ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدل دعم السلعة، وسيتم الإعلان عن مقدار الدعم بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018. وقد تضمنت الأسس تقديم الدعم لجميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها عن 12,000 دينار سنويا و6,000 دينار بالنسبة للفرد، وأن لا تمتلك الأسرة سيارتين خصوصي أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأراض وعقارات تزيد قيمتها عن 300,000 دينار أردني. وقام النواب بتحويل بعض المشاريع إلى اللجان المختصة، ومنها قانون الموازنة العامة وقانون التعليم العالي والبحث العلمي والقانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017. ورفع رئيس مجلس النواب النائب عاطف الطراونة الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء ليبدأ النواب أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.